مساء الخير على حضراتكم، بالتأكيد متابعينا، ودايما بنحاول ان احنا نجيب يعني اكتر الحاجات اللي الناس بتتكلم عنها او كمان اللي الناس بتطلبها مننا. ويمكن احد الموضوعات الهامة جدا واللي طلبت مننا كتير هو ما يخص العمال والعمالة، اذا كان موضوع العلاوات الخمسة مثلا واللي بالفعل تم صرف عدد كبير جدا منها، وكمان ما يخص بقى العمال من تأمينات اجتماعية وغيرها. النهاردة هنقدم لحضراتكم يعني عدد كده من المعلومات والتفاصيل حول موضوعات هامة بالتأكيد هتهم حضراتكم إن شاء الله. خلينا كده في البداية نرحب بالسيد النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وأيضا عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان. أهلا بك يا سيادة النائب. أهلا بحضرتك في المؤسسة الاجتماعية العمالية، الصرح الكبير للنشاط الاجتماعي والرياضي والثقافي التابع لاتحاد عمال مصر والذي يخدم عمال مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا زي ما ابتديت كده كلامي ان العمل المصري، العمل المصري العمود الفقري للدوله المصريه، يعني لو نقدر ان احنا نسميه، حابه ان انا في البدايه كده اتكلم معاك عن العلاوات الخمس اللي حصل حواليها ضجه كبيره جدا، وبالتاكيد كلنا تابعناها، وحضرتك كان ليك دور كبير لا ينكره احد طبعا في تقديم القانون والمساهمه الكبيره فيه. وبالفعل الناس صرفت يوم 1/7، ولكن كان هناك عدد من المشكلات فيما يخص الصرف، زي عدد من الشركات وأيضا يعني المؤسسات الصحفية كمان ما قدروش ان هما يحصلوا على العلاوات الخمسة. ايه بقى اللي حصل وازاي نقدر نحل ده؟ حضرتك من 10 سنوات كان في صراع ما بين وزارة التضامن الاجتماعي واصحاب المعاشات، لان من اخر حاجة اتصرفت لاصحاب المعاشات كانت في 30/6/2005، كانوا بيصرفوا معاشات كتير وبياخدوا، إلا أن بعد 1/7/2006 توقفت هذه القرارات وهذه القوانين وما بقتش تتحط في القوانين، وبالتالي طلب أصحاب المعاشات أن هم يصرفوا المعاشات من 1/7/2006. حصل راحت المحكمة والمحكمة رفضت ودخل قسم الفتوى والتشريع، وكانت في قضية ورئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته بين سحب الإشكال وما إلى ذلك، وبالرغم ذلك برضو مشي في هذا الاتجاه، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة أصدر توجيهات للحكومة بضرورة أن يتعمل قانون خاص للعلاوات الخمس، لأن اتقال العلاوات الخمسة مش هتصرف إلا بقانون. المحكمة خلاص قالت لا، فهو انحاز لهؤلاء العمال أو هؤلاء أصحاب المعاشات، وأنا يمكن تقدمت بقانون في هذا الأمر، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاب الكل واصدر توجيهاته بسرعه الانتهاء من القانون، والحمد لله اتعمل القانون في مجلس النواب وبدا الصرف من 1/7. اللي عندنا اشكاليه، احنا اللي مستفيد باصحاب المعاشات حوالي 2,400,000، وفي بعض الحالات لما الناس ابتدت تصرف، والاحسن من كده ايه، ان الناس خدت متجمد من 1/7/2006، طبق القانون عن الناس عن 1/7/2006 لغايه 31/12/2019، وكل واحد حسب مدته. يعني مثلا مثال، يعني الناس اللي خرجت على المعاش 1/7/2006 خدوا علاوه 2007/2 2008/3 2009/4 وهكذا، فالناس دي مش اكتفينا بكذا، مش اكتفى القانون بكذا، لا اداهم باثر رجعي، والاثر الرجعي يعني وزعوه على 4 مرات، بقى بيصرف المعاش 1/7 ويضاف عليه انت ليك 8000 9000، بياخد الربع ويضيف عليه، يعني بياخد معاشه وبياخد عليه ربع المتجمد اللي موجود بالنسبه له. فاصبح الناس دلوقتي الحمد لله مبسوطه جدا، وبهذه المناسبه بنوجه كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس، لان بعد ما حصل الناس صرفت وابتدت تستعلم في جهات كتيره ما لقيناهاش، هي زي المؤسسات الصحفية بالظبط، زي مثلا عمر افندي، زي الشركات اللي راجعه للدوله من الخصخصه، زي القطاع الخاص اللي ما كانش بيصرف. احنا تواصلنا مع السيد رئيس الوزراء ومع وزيره التضامن الاجتماعي، وفي محاوله لحل هذا الموضوع. المشكله هنا ايه، ان الناس اللي ما لقيتش فيها زي عمر افندي وزي المؤسسات الصحفيه ما كانوش بيسددوا خلال الفتره دي العلاوات الخاصه،
لا ثواني، اللي ما كانش بيسدد مش العامل، مش العامل ده المكان، الشركه نفسها بالظبط. فلما الشركه ما كانش عندها فلوس، كانت ما بتدفعش و و و، لكن احنا بنقول طب العامل ذنبه ايه؟ في هناك اتجاه او لجنه مشكله، لجنه قانونيه مشكله في وزاره التضامن الاجتماعي، وان شاء الله هنحلها لكل الناس حتى يستفيد. مش هياخد وقت يا سياده النائب؟ لا يعني اعتقد زي ما احنا شفنا قبل كده. لا 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 مش هياخد، لان دي توجيهات رئاسيه، فاعتقد ان الموضوع هينتهي بسرعه شديده جدا، واحنا بنتواصل مع وزيره التضامن في هذا الامر. يعني اعتبر ان حضرتك بتطمن الناس فعلا ان قريب جدا هتنتهي من هذه الازمه باذن الله. طيب سياده النائب، بمناسبه موضوع الخصم، مش بس العلاوات الخمسه اللي كان بيتخصم، ولكن كمان المعاش المبكر، الناس كان بيتخصم منها تعاقدوا على يعني شيء وفي وجود قانون، ودلوقتي اتغير القانون وعفوض ان هم يعني يتحاسبوا بشكل تاني ويضيع من عمرهم، يعني يبقى خارج مثلا بعد 20 سنه ولا حاجه. طب ذنبهم ايه الناس؟ خلينا نتكلم في قانون التنميه الاجتماعيه ككل الاول. انت عارف حضرتك من اكتر من 40 سنه او اكتر لم يتم تعديل قانون التنميه الاجتماعيه، وكانت الناس بتقول ان احنا لما بنيجي نخرج على المعاش بناخد ملاليم، فكان لابد ان يكون هناك من خلال برامج الحمايه الاجتماعيه بعد 30/6 ان احنا نغير قانون التامينات الاجتماعيه. بالفعل غيرنا قانون التامينات الاجتماعيه، والتامينات الاجتماعيه هتتخصم من كل ما يحصل عليه العامل من الاشتراكات عشان لما يجي يطلع على المعاش ياخد معاش اكتر والدنيا تبقى كويسه. واعتقد ان القانون جيد جدا، وصاحب العمل هيدفع 12% والعامل هي 9%، فالامور ماشيه كويسه، بحيث ان الراجل لما يجي يطلع على المعاش هياخد معاش اكبر من اللي كان بياخده في ظل القوانين المتعاقبه. تمام. وكله قطاع خاص وقطاع عام، لكن القصه الثانيه اللي انت عايزه تتكلمي فيها اعتقد هي المعاش المبكر. احنا فوجئنا ان الناس اللي خرجت قبل 31/12/2019 وقدمت معاش مبكر لما جه القانون 148 اتطبق في 1/1/2020 قالوا لهم لا ما تصرفوش. ليه؟ لانك انت هتطبق عليكم قانون جديد، وحصلت مشكله كبيره. الحمد لله يمكن توصلنا مع التامينات الاجتماعيه وجاري الانتهاء من الناس اللي كل من تقدم على المعاش المبكر قبل 31/12/2019 هيصرف مستحقاته طبقا للقانون القديم، وما عندناش مشكله. لحد 31/12/2019 اليوم السابق لتنفيذ قانون 148 لسنه 2020. المشكله هنا في ايه؟ ان الناس اللي عايزه تطلع معاش مبكر في طبقا للقانون الجديد في شروط. لما يجي يحسب معاشه طبعا لازم يبقى عنده 20 سنه خدمه، ولازم يبقى عنده سنه معين، ولازم لما يجي يحسب له ما يقلش معاشه عن 65% او 50%. اللي ما بيوصلش للكلام ده مش هياخد غير معاش غير السن 60. الناس بتقول دي شروط تعجيزيه جدا، واحنا لذلك احنا بنحاول كنا بنحاول نخلصها مع هيئه التامينات الاجتماعيه، اصطدمنا بحاجه. هو حضراتكم اللي حطيتوا هذه الشروط ولا؟ لا، هي التامينات الاجتماعيه واحنا وافقنا عليها. ما هي دي ما نزل قصوده. طب لكن لما جينا نتكلم، احنا بنتكلم بصراحه عشان الناس تبقى فاهمه، يعني مش عايزين نكذب على الناس. اتفضل. لما جينا نتكلم في هذا الامر قال لك ان في بعض الشركات بتيجي عنده 20-30 عامل يقول له بقول لك ايه، ما تطلع على المعاش المبكر وتاخد معاشك واشغلك عندي، ويبقى انا ما ادفعش معاشات كتير فيها تامينات لصاحب العمل بعض الناس. فابتدت التامينات تحس بالكلام ده، فقالت لا احنا ايه، مش هنطلع معاش مبكر غير بشروط معينه عشان تقفل على اصحاب الاعمال اللي هم بيعملوا كده الامر. لكن مش لكن احنا جينا نعمل نحاول نعدل القانون تاني، اصطدمنا بان لا يجوز انك انت في نفس السنه تعدلي القانون. لا ثواني، اذا يعني المجلس حاول ان هو يعدل نفس القانون؟ احنا بنحاول طب ماشي كويس. وكنت قدمت مشروع قانون عملته، لكن لما جينا نفكر في هذا الامر قالوا ان لا يجوز انك انت تعملي تعديل في نفس السنه اللي تعلن فيها القانون، لكن احنا هنحاول وهنحاول نحلها ان شاء الله على الامد القريب. لكن فيها ازمه، فيها مشكله، وكمان انا عايز اروح اصلا للعمل المتدرب وبتسمى في بعض الشركات الكاجوال، إن عندهم مشاكل وشباب وعندهم حياه وعايزين يتجوزوا، واللي عنده اطفال، يا سياده النائب نعمل فيهم ايه؟ يعني وعددهم على فكره مش كبير، ليه ما يتمش يعني مش عارفه سن القانون او محاوله حتى ان احنا تقنين اوضاعهم؟ لا في عندهم تامين صحي ولا قادرين ان هم يتعينوا، المشكله فين؟ يمكن عرضنا على لجنه القوى اكثر من مره، واخيرا اعتقد النائب مصطفى بكري كان له دور في هذا الموضوع بامانه، كلنا شاركنا في هذا الامر، والان نقنن حالات التشجير ونقنن حالات المدارس الخاصه اللي بيتدربوا في مدارس خاصه، وفي حزمه موجوده في المجتمع بنحاول نحلها عشان يبقى في استقرار عمالي ووظيفي لهؤلاء بشكل كويس.
ده ما احنا شغالين فيهم، كل هذه المجموعات شغالين فيها واعتقد هتحل قريب، يعني وخاصه عمال التشجير، عمال التقاوي، الناس اللي بتاخد 40 جنيه من 20 سنه واللي بيعتبروا نفسهم متدربين، فده بتحل الان ان شاء الله من خلال السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الماليه، واحنا شغالين في هذا الامر لان مهم ان يبقى لدينا استقرار وظيفي واستقرار مجتمعي واسري لهذا الامر، وخاصه ان الناس معظمها متجوزت من فتره كبيره. عمل غير منتظم هرجع لها بشكل سريع جدا، عدد كويس، عدد يعني عدد كبير جدا ممكن ان احنا نستغله كقوه بشريه. ايه مفيش مثلا فكره ليهم، مشروع مظله كده يكونوا تحتها ويقدروا ان هم ينتجوا؟ احنا العماله الغير منتظمه سياده النائب متنوعه في كل المجالات. ما فيش شك ان العماله المنتظمه، خلي بالك انا في نوعين من العماله المنتظمه والغير منتظمه. بالظبط. في العماله اللي هي تبقى للقانون زي عمال الزراعه وعمال المناجم وعمال الصيد و و و دول موجودين بقانون. بالظبط. ودي اللي بترعاهم وزاره القوى العامله وعندهم صناديقهم الخاصه، ودي اللي بيشتغلوا والمقاولات ومسجلين والدوله بتديهم من حصصهم والكلام ده كله في المناسبات والكلام ده كله. اما على الغير المنتظم الاخرى اللي هي التعامل لدى الغير اللي انا قلت لك عليهم، أيوة. اللي احنا حطينا لهم قاعده التامينات والمعاشات. انا بنطالب كل زمايلنا في المرحله الجايه ان احنا نعمل لهم زي غطاء في كل مهنه من المهن، ان احنا نعمل لهم نقابه تدافع عنهم. يعني مثلا كل العاملين الجائلين وكافيهات وما الى ذلك، كل ما يشتغلوا بالتجاره ندخلهم نقابه التجاره، نشوف مشاكلهم ونتابع معاهم ونتواصل معاهم، ونحن هننزل منظومه ايه النقابات اللي ممكن يتبعوها، بحيث ان في الاخر يبقى في منظومه كبيره للعماله المنتظمه نقدر نتعامل فيها ونشوف مشاكلهم ونامن عليهم بشكل كويس. اروح بيك لموضوع التسويه. التسويه المؤهل، ويمكن الناس بتقول لك انا يعني درست عشان احسن وضعي الوظيفي، انت ليه ما بتساعدنيش على ده؟ والناس مش عارفه، في اغلب الاماكن مش قادرين ان هم يسووا. تمام، خلينا نتفق في حاجتين، حاجه بقانون وحاجه بغير قانون. معنى ايه؟ أنا كل العاملين في المخاطبين وغير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية بينظمهم قانون خاص، وإحنا قلنا إن آخر مرة بالنسبة لهم 1/3/2019 إن كل الناس لازم تسوي مؤهلاتها لأثناء الخدمة، وأعتقد حصل تسويات كتيرة، لكن ربما في مجموعة لم تسوى. هي شروط يعني يقول لك لو في مكان تدريبي خاص بالمكان العمل لازم تكون واخد منه شهاده قبلها. طب هو ما يعرفش. هقول لك لا، بص هقول لك يا استاذه نشوى، هي القصه كانت في ايه؟ ان انا في مكان ما احنا ذاكرنا خمسه. هل احنا نستطيع ان احنا الخمسه نسوي؟ لازم نسيب اماكننا واماكن فاضيه، فبندي الاجازه لصاحب العمل او الشركه او المؤسسه ان هي تقدر تعمل ايه في حاجه العمل، لكن احنا تسوى على ناس كتير، وان شاء الله اعتقد برضو ان لدينا تعديل في هذا الامر، ربما نعدله قريبا برضو، بس بقول لك ربما الدوره البرلمانيه ما تسعفناش، لكن ده في خلدنا وفي ذاكرتنا. حضرتك كده برضو تقول لي انا متفهما ان المجلس خلاص يعني بيجهز نفسه للانتهاء، ولكن عايزه اعرف لجنه القوى العامله بالتحديد هل في اي شيء على يعني دفترها كده في النهايه حابه ان هي تقدمه للناس، نقوله كده ويكون كلمه كمان للمقدمه العامه؟ واتمنى ان مجلس النواب قبل انتهاء الدوره البرلمانيه ينتهي من قانونين، القانون الاول هو قانون العمل زي ما قلت لك لانه مهم جدا، وخاصه جذب الاستثمارات، ولان هو القانون العمل ده بيطبق على العاملين بالقطاع الخاص، وده قانون مهم جدا. القانون الثاني اللي انا بقدمه قانون البدل النقدي للاجازات، اللي هو يصرف الاجازات بالكامل عند خروج المعاش او الوفاه، وما يستناش المحاكم والكلام ده كله عشان نخفف الاعباء عن الاسره. لو قدرنا ننجز هذه القانون اتمنى هذا. الحاجه الاخيره بقول لعمال مصر ما تقلقوش، الدوله بتفكر فيكم كويس جدا، برامج الحمايه الاجتماعيه في الفتره الجايه هتبقى احسن واحسن، هنحاول نحل كل المشاكل الموجودة، موضوعات التدريب اللي انت بتعليها والتشجير وغيره ان شاء الله هتتحل. سيادة النائب انا سعيدة جدا بلقائي مع حضرتك، واعتقد ان احنا يعني حاولنا بقدر الامكان نوصل للناس اجوبة على عدد كبير من الاسئلة اللي بعتوها لنا بالفعل، يمكن اهمها كمان موضوع العلاوات الخمسة والمشكلات اللي
بتدور حول عدد من يعني عدم الصرف لعدد من يعني الظروف او الاماكن اللي ما قدرتش تصرف. وكمان المعاش المبكر سيادة النائب يعني النهارده طمنا الى حد كبير انه المجلس بيحاول ان هو يعدل القانون اللي بالفعل خرج من تحت ايديهم. يعني سيادة النائب بشكرك شكرا جزيلا واتمنى دايما ان انتم تقدموا للعمل المصري لان هم فعلا يستحقوا. انا بشكر حضرتك على هذا اللقاء المهم وبشكر اليوم السابع لان اليوم السابع مناره جيده ومتميزه بكل صحفييها وبكل مقدميها وعلى راسهم الاخ العزيز الاستاذ خالد صلاح. اشكرك شكرا جزيلا سياده النائب. اخيرا بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي نشوى الشريف.